الغزال والوقاية في العناية والعناية مش شفاء. الغزة هو الدواء بادر بالعباد يومها تلقى الصحة تاج. بس بادر بالعلاج يومها تلقى الصحة تاج. والوقاية في العناية والعناية مش شفاء. الغذاء هو الدواء هو الدواء. الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء. والوقاية في العناية والعناية مش شفاء. الغذاء هو الدواء هو الدواء. أهلا وسهلا يا عم علي. تفضل بالجلوس. أهلا بيك يا بيه. متخزاش يا بيه متخزاش. من جهتك معاد مش مناسبة. ماذا بك يا عم علي؟ حاسس ان التعب عيعاود تاني يا بوي. حاسس بحرقان في البول وكيف ما تقولي بدي حبات رمل عمك تبقى في السيراميك بتاعك. لا تخف يا عم علي، هيا بنا نسأل الطبيب. وجب هذا المرض هو سرطان المثانة. سرطان المثانة زي ما قلت قد يصيب أي إنسان في أي عمر في أي مجتمع. في المجتمعات الغربية الأسباب مختلفة عن الأسباب في مصر، وهناك نظريات كثيرة حول مسببات هذا المرض. وزي مسببات السرطان المختلفة التي لم يصل العلم إلى أن يحدد بكل دقة المسبب الرئيسي لهذا المرض، هل هو مواد كيماوية، مواد سرطانية، هل هو التهابات، هل هو فيروسات، هل هي أصباغ معينة بتفرز في البول، هل هي تغيرات في تكوينات البول. كل هذه الأسباب لم يصل العلم حتى يومنا هذا إلى السبب المحدد للسرطان، وهذا ينطبق أيضا على سرطان المثانة. إلا أن هناك مسببات أو عوامل قد تساعد على حدوث هذا الورم الخطير، أو قد تسهل أو تخلق بيئة ملائمة لأن يحدث هذا النوع من الورم في المثانة. ففي الغرب مثلا وجدوا أن بعض الأصباغ إذا أفرزت في البول قد تؤدي إلى تغير الخلايا وتهيج الخلايا المبطنة لغشاء المثانة وتؤدي إلى حدوث ورم بها قد يؤدي إلى سرطان. كذلك الأورام الحميدة قد تتحول إلى أورام سرطانية. التعرض للإشعاعات وبعض المواد الأخرى التي تؤدي إلى حدوث سرطان قد تؤدي أيضا إلى حدوث سرطان المثانة. أما في مصر فالمشكلة الأساسية والرئيسية هي مرض بالهرسي، وتبين أن المرضى المعرضين للبلهارسيا في المجاري البولية وفي المثانة بالذات أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة، وهو نوع مختلف في تركيبه وفي تكوينه وفي سلوكياته عن الورم السرطاني في الغرب أو في البلاد الأخرى. للأسف أن البلهارسيا قد تصيب الأطفال وصغار الشباب وتؤدي إلى تغيرات متعددة في جدار المثانة، من قرحة إلى ترسبات رملية إلى أورام حميدة إلى زوائد لحمية. كل هذه الأمور قد تنتهي بحدوث السرطان وفي سن صغير في العشرينات أو الثلاثينات من العمر، ويأخذ شكل ورم يتكاثر ويكبر ويملأ فجوة المثانة من الداخل، ثم يتقرح وينزف ويلتهب، وهذا الالتهاب والنزف قد يؤدي إلى أن ينتشر عن طريق الحالبين إلى الكلى ويؤدي إلى فشل كلوي.
كما أن انتشار المرض قد يؤدي أيضا إلى الوفاة. لذلك يصبح من الأهمية جدا علاج وتجنب الإصابة بالبلهارسيا إذا كنا نريد أن ننقذ شبابنا من هذا المرض الفتاك. أما فيما يختص بأعراض هذا المرض فهي تشمل كثرة مرات التبول بطريقة قد تؤدي إلى عدم راحة المريض وعدم تمكنه من النوم والراحة، كل 5 دقائق كل 10 دقائق عاوز يروح الحمام. كثرة عدد مرات التبول. نمرة 2 تغير في لون البول، قد يتحول اللون الأحمر لتواجد نزيف به، وقد يتعكر لتواجد التهابات أو ترسبات أملاح. هذه كثرة التبول وتغير لون البول يبعثان على الشك. زيد على هذا النزف، زيد على هذا الآلام في منطقة المس وفي منطقة العجان وفي الظهر، زيد على هذا الالتهابات وحرقان البول والشعور بأن البول ينزل بحرقة شديدة وارتفاع في درجة الحرارة وتدهور في حالة المريض العامة ونقص في الوزن، مما يؤدي إلى انهيار صحي عام وقد يؤدي إلى الوفاة. هذه نبذة صغيرة عن الأعراض التي قد تشير إلى تواجد ورم. مش معنى هذا أن كل مريض يشتكي من كثرة عدد مرات التبول يبقى عنده سرطان، لا، الأعراض قد تشابه التهابات عادية، ولكن يجب على الطبيب وعلى المريض أن يعي أن هناك احتمال أن يكون هناك هذا الورم، ولذلك سرعة اللجوء إلى العلاج وإلى المشورة الطبية هامة جدا. طبعا الأشعة العادية قد تظهر بعض الظلال التي تشير إلى ورم في المثانة، لكن الأهم من هذا هو منظار المثانة، وده إجراء بسيط وسهل وسريع، ويمكن عن طريق المنظار رؤية هذا الورم في مراحل مبكرة وأخذ عينة منه وتحليلها لتأكيد حدوثه. ولذلك هذا المنظار لا يخيف وليست عملية بالمعنى المفهوم، ويمكن إجراءها بمنتهى السهولة بواسطة أخصائي المسالك البولية. إلى جانب هذا هناك فحوصات أخرى عادية يجب أن تجرى للبول وللدم وأشعات ملونة لنرى إذا كانت الكلى تأثرت أم لا، إذا كان الحالب حدث فيه انسداد أم لا. ولذلك هذه الإجراءات وهذه الفحوصات سهلة وميسرة وبسيطة، ويمكن أن احنا بواسطها تشخيص المرض مبكر، وبالتالي يصبح العلاج ذو نتيجة وذو فائدة. هل حدد لك طريق العلاج المناسب؟ الحقيقة نمرة 1 في الموضوع ده الكشف الإكلينيكي بيقدر ان احنا بيحدد لنا وبيبين لنا بنسبة كبيرة جدا وجود ورم او عدم وجوده. الحاجة التانية اللي احنا نقدر ان احنا نفرق بينهم بيها ان احنا بنعمل تحليل للبول، تحليل البول دوت علشان نشوف فيه خلايا، هل في وجود خلايا خبيثة في هذا البول او لا، اللي احنا بنسميه السيتولوجي. ده الحقيقة بيفرق لنا برضو اذا كان دي التهابات عادية او ورم موجودة في المثانة. الحاجة التالتة ودي حاجة مهمة ان احنا بنقدر نعمل المريض منظار للمثانة، بنقدر ساعتها بنشوف قدام عيننا موجود هل المثانة دي فيها اي نوع من الاورام ولا دي مجرد التهابات ولا ده مجرد في حصوة او في تضخم في البروستاتا فقط. برضو بنلجأ حديثا الى نعمل اشعات. الاشعات العادية القديمة اللي هي الاشعة بالصبغة للمسالك البولية دي بتبين لنا وجود الورم في المثانة، او الاشعات العادية بتبين الحصوات. وحاليا بنقدر نحن بنعمل اشعة تلفزيونية للمنطقة المثانة وما حولها بحيث ان احنا نقدر نشوف منطقة الحوض بالكامل ونقدر نشخص اذا كان في اي حاجة غريبة موجودة في هذه المثانة ام لا. اذا وصلنا للتشخيص
بعد أخذ عينة من هذا المكان اللي احنا شاكين فيه وتأكد لنا ان ده نوع من الأورام، اذا يبقى فيه قدامنا مشكلة العلاج. الحقيقة مشكلة العلاج في مصر حاليا بالنسبة لأورام المثانة لا تمثل مشكلة عويصة، لان الحمد لله التقدم بالنسبة للجراحة الآن بقى عظيم جدا، بحيث ان احنا أورام المثانة بنقدر نعالجها بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. علاج أورام المثانة أساسا بيبقى بالعلاج الجراحي، والعلاج الجراحي بينقسم إلى نوعين. العلاج الأولاني اللي هو بالنسبة للأورام السطحية اللي احنا بنقدر نشوفها بالمنظار، الأورام السطحية دي علاجها بيبقى سهل جدا، لأن بنقدر نعمل استئصال كامل للأورام عن طريق المنظار. وربما المريض بعد كده يحتاج بعض العلاج المكمل، بعض العلاج الكيماوي ممكن، أو بعض الأشعة، بعض العلاج الإشعاعي ربما نلجأ له. العلاج الثاني اللي هي بالنسبة للأورام اللي هي بتبتدت ما بقتش سطحية وابتدت أخذت جزء من جدار المثانة، الحقيقة العلاج الوحيد الموجود ليها حاليا هو الاستئصال لهذه الأورام. الاستئصال ده بيندرج من استئصال جزئي للمثانة في بعض حالات الحقيقة ضيقة جدا، إنما العلاج الأساسي بيبقى الاستئصال الجذري للمثانة. الاستئصال الجذري للمثانة طبعا بيتطلب ان احنا في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نعمل نوع من التحويل لمجرى البول، سواء زرع الحوالب في بعض المناطق زي منطقة القولون او على الجلد، او على بنعمل له وصلة على الجلد. وفي الوقت الحالي ابتدينا بنقدر ان احنا نعمل استئصال جذري للمثانة، وفي نفس الوقت ما بنعملش تحويل، انما بنعمل مثانة صناعية، وهذه المثانة الصناعية بنعملها من مادة مش مادة صناعية، إنما لا دي حاجة من جزء من المريض نفسه، بمعنى إنها دي ما هياش حاجة صناعية، يعني الجسم مش هيعمل لها رفض، والجسم بيقدر متعود عليها وبتجيب نتائج الحقيقة جميلة كويسة جدا. وإلا المريض ما بيحتاجش إن هو يبقى في نوع أي نوع من التحويل، وبيقدر بيرجع للمجتمع، وبيقدر إن هو يرجع لشغله وعمله في بطريقة طبيعية جدا وبدون أي مشاكل. الحقيقة العلاج اللي بعد كده اللي هو العلاج الإشعاعي، العلاج الإشعاعي احنا بنلجأ له في بعض الأحيان، إنما ما هوش علاج أساسي بالنسبة لأورام المثانة، ربما إن احنا بنعمله كعلاج مساعد بعد عمليات الاستئصال. بالنسبة للعلاج الكيماوي وهو الخط الثالث بالنسبة لعلاج الأورام، الحقيقة دوره محدود بالنسبة لأورام المثانة، إنما في دراسات عامة احنا بالأيام دي بنقدر إن احنا بنحاول ان احنا بندي نوع من الأدوية الكيماوية كعلاج مساعد لبعد إجراء العمليات الجراحية، وأعطى نتائج إلى حد ما فيها مبشرة إلى حد ما. ما ارتاحش في الوكل يا ابوي. اطمئن يا عم علي، فلنسأل الطبيب ما هو الغذاء المناسب لمثل هذا المرض. ايوه قول له. عدد الحالات كل سنة بيتراوح من 60,000 حالة ل80,000 حالة سرطان مثانة. قدماء المصريين عرفوه ووصفوه وسموه بورم الاله خنسو. الشيء المؤسف ان حوالي يمكن 80 أو 90% من الحالات ده هي بتموت، لان بتجيلنا في حالة متأخرة جدا. الأسباب طبعا كثيرة جدا، وعلى رأسها البلهارزيا اللي وصفوها برضو قدماء المصريين وسموها عاعة، وعالجوها بالأنتيمون اللي احنا لسه بنعالج بيه لغاية النهاردة. والعلاجات أيضا كثيرة جدا، إنما احنا النهاردة عايزين نتكلم هل يا ترى نستطيع أن نتجنب هذا المرض المرعب اللي هو سرطان المثانة. طبعا نتجنب أسبابه، وعلى رأسها البلهارزيا والالتهابات والحصوات اللي ممكن تستنى مدة طويلة، والقرح التي ممكن تتحول إلى قرح سرطانية، لكن الغذاء أيضا له دور في هذا الموضوع. أنا أذكر من حوالي 12 سنة فاتت عملت بحث على نسبة فيتامين ألف في دماء المصريين هنا، فوجدت أن المتوسط هو 12 مايكروغرام كل 100 سنتيمتر مكعب دم، بالنسبة إلى العالم الغربي اللي هو يتراوح من 35 إلى 65 مايكروغرام كل 100 سنتيمتر مكعب دم. يعني إحنا تقريبا التلت نسبة فيتامين ألف في دمنا. السبب في هذا إن هنا التغذية بتاعتنا فقيرة في الألبان ومنتجاتها،
وأيضا في الخضروات أو الفواكه اللي هي غنية بفيتامين ألف. وكان السبب بتاع هذا البحث أن احنا وجدنا هنا عندنا في مصر أن حوالي 65% من أنواع السرطان نوع بنسميه سكويمس، وده قلنا أن ممكن يكون السبب هو نقص فيتامين ألف. وفي أحد المؤتمرات في أمريكا قابلت واحد من أكتر الناس اللي بتشتغل على سرطان المثانة اسمه بروفيسور جورج براود، قال لي أنا قرأت البحث بتاعك واللي أحب أقوله لك أن مش بس نقص فيتامين ألف بيتسبب في هذا النوع من أنواع سرطان المثانة عندكم في مصر، إنما هو أيضا مسؤول عن وجود السرطان في كافة أنحاء الجسم. يعني نقص فيتامين ألف ممكن يؤدي إلى سرطان الثدي، إلى سرطان المعدة، إلى ففيتامين ألف في حد ذاته إنما هو مش بس بيسبب سرطان المثانة، إنما سرطانات من نوع آخر، ويمكن أيضا أن يكون ضمن العلاجات المختلفة التي نعالج بها سرطان المثانة. فالاهتمام بفيتامين ألف وخلال الخضروات وخلال الفواكه وخلال الألبان ومنتجاتها، خصوصا أن المجموعة بتاعت حالات السرطان نسبة فيتامين ألف في دمهم 8 مايكروغرام. أنا قلت لكم الدم الطبيعي 12، إنما المجموعة من مرضى السرطان بيبقى 8، فنسبة فيتامين ألف قليلة في جسمهم. فإزاي نزود فيتامين ألف؟ بالأنواع الغذاء اللي أنا قلت لكم عليها دهين، وأيضا فيتامين سي. فيتامين سي وجدنا أنه هو من الحاجات المضادة لسرطان المثانة، بس مفروض يتعطى بجرعات كبيرة، يتعطى في حدود من 10 ل 12 جرام في اليوم، إنما مثلا قرص 3 مرات معناها جرام ونص في اليوم ده ما ينفعش. أيضا فيتامين بي 6 أو به 6 برضو من الحاجات اللي مضادة للسرطان، خصوصا ان احنا لما بنعمل جراحة ونشيل سرطان المثانة اكتر حاجة بتخوفنا هي ان هذا المرض ممكن يرتد للمريض مرة تانية، خصوصا في الثلاث سنوات الاولانيين من بعد استئصال المرض. من الحاجات اللي احنا بنراعيها ان نقول للمريض اهتم بالاغذية اللي فيها فيتامين الف وفيها فيتامين به 6 وفيها فيتامين سي اللي هو بيكثر في الموالح وفي الليمون وفي الخضروات. الحقيقة سرطان المثانة من الأمراض كثيرة الانتشار في مصر، ويعتبر إن هو نقول عليه البعبع بتاع المرضى، لأن كلهم بيخافوا منه، مع أنهم لو عرفوا حقيقته وقدروا انهم يشخصوه، مش هم اللي يشخصوه طبعا، انما الاطباء انهم يشخصوه في طور مبكر، فان علاجه يصبح سهلا ويمكن انه هو يجنبهم كثير من المتاعب. اعراض سرطان المثانة حقيقة هي المنظومة الثلاثية اللي هو حرقان البول والتعب عند التبول، بالاضافة الى الدم المدمم، ودي بتشاركوا فيها أغلب الأمراض التي يشكو منها في المثانة، مثل القرح المثانية والحصوات إلى غير ذلك. عندما نستطيع التفرقة إكلينيكيا فيما بينهم، نجد أن الوقت قد فات بالنسبة للمريض، ولذلك أصبح من المهم جدا أن احنا نطور طرق التشخيص حتى يمكن بطريقة أو أخرى أننا نكتشف المرض اللي هو ورم المثانة قبل أن يكون غير قابل للشفاء. بل تطور الموضوع إلى أكثر من ذلك، في أنهم قدروا أنهم يكتشفوا في حالة بدء الخلايا أنها تخرج عن الطوع وتتمرد وتبتدئ في طريقها إلى أن تكون مكونة للسرطان. الحقيقة اللي أتاح لنا هذه الفرصة هو استخدام الليزر في التشخيص. كيف يستخدم الليزر في التشخيص؟ هناك صبغة معينة أو عدة صبغات أو عدة مواد كيميائية إذا حقنت في الجسم، زي الصبغة بتاعة الأشعة، فإنها تتركز في الخلايا التي بدأت تتمرد على وضعها الطبيعي وتبدأ في تشكيل المنظومة السرطانية.
في هذه الحالة عندما تتركز فيها هذه الصبغة وباستعمال الليزر على موجة معينة فإنها تضي بريق يختلف تماما عن الجزء المعتم من المثانة، وبذلك يستطيع الطبيب وممكن تسجيل هذا بالفيديو، فإنه يمكنه في هذه الحالة أن يحدد تماما الأماكن التي يخشى أن تتطور مستقبلا لتكون سرطانا في المثانة. في هذه الحالة طبعا بياخد فيها منها عينة ويبعثها إلى المعمل حتى يتأكد من تشخيصه اللي موجود. بهذه الطريقة نقدر نقول أن تشخيص أورام المثانة مسبقا أصبح في الإمكان. هذا يدعونا كذلك إلى أن ندعو المرضى إلى عدم الاستهتار بما قد يجابهم من مشاكل مثل الحرقان والبول المدمم، وأنهم لابد من استشارة الطبيب وطبعا من الوسائل المعينة اللي احنا بنعملها فيها هو فحص البول، والفحص البول هذا بالنسبة للدم وبالنسبة لبعض الخلايا السرطانية التي قد تكون فيه، بالإضافة كذلك إلى المناظير، والتقدم الكبير في المناظير حاليا أصبح من الإمكان أن احنا نرى كل جزء بالنسبة للمثانة. نيجي بعد كده بالنسبة لهذا السرطان، وقلنا فيه أنه ما أصبحش بعبع زي زمان، لأننا في الوقت اللي احنا استطعنا فيه أن احنا نشخصه مسبقا فقد استطعنا كذلك أننا نستخدم الليزر مرة أخرى في أننا نستأصل الأورام السرطانية وبنفس الطريقة. الطريقة وهي أن الصبغة تحقن ثم بعد ذلك بليزر بطريقة معينة يسلط على هذا المكان فيقوم الليزر بتفجير هذه الخلايا السرطانية، وبذلك يستطيع المريض أن يتخلص من الأورام ثم يداوم بعد ذلك في المتابعة حتى لا تظهر أورام أخرى. هذه أحد الوسائل. طيب، وإذا كان السرطان أصبح متقدما، هناك طبعا بعد كده أن احنا استخدام الليزر نفسه في استئصال الأورام السرطانية نفسها، وفي هذه الحالة فإن الليزر يعمل كسكينة حادة رفيعة جدا ممكن جدا أنها تستأصل هذه الأورام بدقة كافية لأن تمنعها من أنها تعود مرة أخرى، لأنها تستأصلها ثم تكوي مطرحها كما في العمليات العادية. الجزء طبعا بعد كده إذا كانت الأورام متقدمة بعد ذلك وكانت ممكن أنها تستأصل جراحيا فده برضو ممكن أن يكون، ثم بعد ذلك بنوصل إلى طبعا السرطانات المتقدمة وفيها بيستأصل المثانة، وهناك استعواض لأنواع أنواع كثيرة لاستعواض المثانة بشرط أن يكون المريض ذو كفاءة تامة في التخلص من البول مثل السليم تماما. والآن أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا المرض ده وعرفنا إيه أسبابه وإيه التشخيص بتاعه وإزاي نقدر نفرق بينه وبين الأمراض التانية، وأيضا عرفنا إزاي يكون العلاج وإزاي يكون طرق العلاج، عايزكم دلوقتي تحضروا نفسكم معايا وتجيبوا ورقة وقلم وتشوفوا معايا كويس إحنا إزاي نغذي المريض المصاب بهذا المرض خلال الأسبوع، اللي ممكن يكون الفطار بتاعه واللي ممكن يكون الغداء بتاعه واللي ممكن يكون العشاء بتاعه، وهل ممكن هناك بعض الأدوية أو الأطعمة اللي احنا ممكن نتجنبها ولا مش ممكن. تعالوا معايا كده.
يبادر بالعلاج يومها تلقى الصحة تاج والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء